مرحبا بكم. عندما يصر الخلقيين على اساءة فهم العلوم وفلسفتها سيجدون انفسهم لا محالة في صراع وهمي مع طواحين الهواء يحاولون تسقيط نظرية علمية تفسر ظاهرة معروفة منذ القدم وهي ارتباط الكائنات الحية بصلات نسبية وقرابة وتشرح اليات تنوعها. تماما كما تشرح قوانين نيوتن والنسبيه وجاذبيه الارض والاجرام السماويه سبب تكالبهم على هذه النظريه هو اصرارهم على ان الاله الذي يعبدونه قد خلق الكون وتدخل بشكل مستمر في كل تفاصيله وحركاته بدون ان توجد اليات وقوانين تسير عمل جزيئياته أو أنه قد وضع آليات لكنها للأسف غير محكمة ومضبوطة، لذلك يحتاج أن يتدخل بين الفينة والأخرى ليعدل أو ليصلح الأمور بينما كان الأولى بهم أن ينزهوا هذا الإله من أي تدخل لاحق ويدعون أنه خلق الكون وخلق آليات محكمة قادرة على تسيره دون تدخل منه مباشر لكانوا أراحوا أنفسهم من هذه الصراعات الوهمية وتركوا العلم بحالة يقدم الخدمات ويساهم في ازدهار وتقدم البشرية لذلك ترى هؤلاء ممن ضيعوا البوصلة وسلكوا الطريق الخطأ في تعاملهم مع العلوم ينقبون في الفجوات المعرفية بكل بحث علمي وكل خلاف بين المتخصصين ليستغلوها متوهمين انهم بذلك يضربون بنظرية التطور في مقتل متصورين انهم ان اضعفوا نظرية التطور فهذا سيرفع من اسهم نظرية كن فكان الخلقية ناسين او متناسين ان أي نظرية علمية معرضة للخلافات بين المختصين فيها على التفاصيل وليس على النظرية بحد ذاتها وهذا لا يضعفها بل العكس صحيح هو يصقلها كما يصقل الصاغة الذهب فيلمع فهذه الخلافات ضرورية فمن غيرها لن يكون بوسعنا أن نصحح مسار النظرية ولا أن نكتشف الجديد فالنظريات العلمية هي الأخرى تتطور مع الزمن والتعديلات هي تدريجية وليست دراماتيكية لدرجة نصف النظرية برمتها وبدلا من استغلال الخلاف لكشف أبعاد جديدة يقوم الخلقي باستغلالها مع زيادة بهارات من الكذب والتدليس والتسفيه لتبدو نظرية التطور للجمهور من متابعيهم وكأنها نظرية هزيلة أو هي عنزة ولو طارت كما قال القنيب عنها في حلقته 22 من سلسلته وملحقاتها هذا الملحق الذي سنرى محتواه كيف يعطينا مثال واضح على ما اسلفنا، على وعسى ان نرى فيه كيف يتم الاحتيال العلمي واستغلال الفجوات المعرفيه وجهل العامه في الامور التخصصيه ليقدم مسرحيه هزيله هزليه، كاتب السيناريو فيها حتى لا يفقه. ماذا يكتب؟ لا يقع اتباع الخرافه في مثل هذا الموقف المحرج مره اخرى اضطروا الى صناعه اكبر كذبه في تاريخ العلوم الحياتيه وهي تسميه التكيفات بالتطور الصغروي مايكرو ايفولوشن. يعني ادعاء ان التكيفات الغايه في الدقه والروعه والاحكام تحدث نتيجه طفرات عشوائيه. والف دوكنز كتابه اعظم استعباط عفوا اعظم استعراض على سطح الارض أدلة التطور والذي يكذب فيه على قرائه وهو دكتور البيولوجيا التطورية فيحشد أمثلة للتكيفات البديعة المشتملة على تفعيل جينات موجودة أصلا على أنها ماذا؟ على أنها طفرات عشوائية في كذب سمج مفضوح. تريد أن أبين لك؟ أرجو منك أخي إذن أن تتابع بعد الانتهاء من هذه الحلقة المقطع المرفق بعنوان تجربة لينسكي والبكتيريا الهاضمة للسيترات. وهو مقطع مهم جدا لترى التزوير والدجل العلمي على أصوله في التعامل مع هذه التجربة التي يصفها بعض عربي الخرافة ممن يستفتح حلقاته بالبسملة بأنها من أقوى الأدلة بيد التطورين الملاحدة الذين يقولون الصدفة تأتي بتركيب معقد أن يكون القنيبي لم يفهم منها غير أنها عنزة فعلى اقل تقدير كان عليه ان يعرض التجربه بامانه وبصوره علميه وذلك حتى يعرف من هم خارج الاختصاص لماذا تكبد لنسكي وزملائه وتلاميذه كل هذا العناء وعلى مدى هذه السنين فهل فعل بالطبع لا لكننا سنقوم بذلك عوضا عنه ومن نفس مراجعه التي استند هو عليها وشوهها فالمرجع الذي استخدمه القنيبي لسرد فكره التجربه كان من كتاب ريتشارد دوكنز اعظم عرض على وجه الارض يقول ريتشارد دوكنز في كتابه المذكور وتحت عنوان المختبر ان في بعض الحالات انت باستطاعتك ان تجمد البكتيريا لمده زمنيه لا متناهيه، ومن ثم ترجعها مره اخرى للحياه وستقوم بالتكاثر والانقسام وكأن شيئا لم يحدث او كأنها لم تتجمد ابدا. وهذا يعني ان القائمين على التجربه يستطيعون ان يتابعوا الاحافير التي تم تجميدها وارجاعها من جديد ليجعلوها تتكاثر ويقارنون نشاطها مع نسلها وكل ذلك من خلال تجارب على بكتيريا ايكولاي لمده طويله من قبل عالم البكتيريا ريتشارد لينسكي وزملائه وتلاميذه في المختبر على مدى السنين وهم الذين قدموا عرض جميل للتطور الذي يحدث امام اعينهم، اي ان فايكولاي هي بكتيريا موجوده بصوره سائده وهي تتكاثر لا جنسيا يعني بالانقسام، ولذا فمن السهوله بامكان ان تنسخ منها العدد الكبير من تلك التي تكون جيناتها متطابقه وبصوره وبوقت قصير. وهذه التطورات الابتكارية الدورية لا يوجد غرابة في حدوثها بالبكتيريا إن قمت بحسابها احتماليا حتى مع كون الطفرات حوادث نادرة الحدوث فحتى لو افترضنا بأن احتمال أن تحصل طفرة لجين واحد خلال أي نشاط تكاثر بكتيري ضئيل جدا لدرجة تنتصل إلى واحد في كل مليار فعدد البكتيريا مهول بصوره تسمح لجين تقريبا من الجينوم ان يكون له طفره واحده في مكان ما في العالم كل يوم هذا ما يقوله طبعا ريتشارد لينسكي اي ان فرص البكتيريا كبيره للتطور لنرى ما تقول التجربه في عام 1988 أخذ لنسكي مجموعة من هذه البكتيريا وقسمها بالتساوي في 12 قارورة متطابقة تماما وضع بكل منها نفس المقدار من المادة الغذائية بما في ذلك الجلوكوز كمصدر رئيسي للغذاء القوارير الاثنى عشر كل بما يحوي من البكتيريا الناتجة من التكاثر تم وضعها بعد ذلك في حضانة متحركة للتأكد على توزيع البكتيريا بصورة جيدة في المادة السائلة تعينها على الحفظ بصورة جيدة يعني هذه الدزينة من القوارير احتوت على 12 سلالة تطورية تم ابعادها عن بعضها البعض ليس ذلك وحسب بل تم اخذ عينات متساويه واحد من مئه في الحجم الكلي في كل قاروره ونقلها لقوارير اخرى مزوده بنفس المواد الغذائيه كل يوم فتصور 12 من السلالات، يمتد كل منها في البعد الزمني بحيث ان كل سلاله منها انتقلت لاكثر من 7000 قاروره، وكل مره يتم فيها نقل البكتيريا الى القاروره الجديده تجد عددها يزيد بينما سلفها يتوقف عن الانقسام او يضعف بسبب استهلاك الجلوكوز، وبمعنى اخر تكاثرت البكتيريا في كل قاروره بصوره مهوله الى ان وصلت لنقطه معينه توقف عندها الاقتسام فتم اخذ عينه منها ووضعها في قاروره جديده تحوي غذاء جديد فاستانفت التكاثر وهكذا تعاد التجربه او الكره في كل يوم لينسكي ومجموعته ظلوا على هذه الوتيرة لمدة أكبر من عشرين سنة مما يعني بأن هذا يشمل سبعة آلاف سلالة بكتيرية والتي تعادل خمسة وأربعين ألف سلالة بشرية أي ما يعادل مليون سنة رجوعا للهومو إيركتس قام فريق العمل باختيار العينات بصوره دوريه على مدى هذه السنوات ليروا كيف يتقدم التطور المعتمد على الجلوكوز كغذاء رئيسي. هم ايضا قاموا بتجميد عينات من كل القبائل ليستخدموها كمصدر للحفريات التي يتم انعاشها لاحقا، وذلك كي يستخدموها نقاط استراتيجيه في مسار التطور. في هذه الظروف كانت التوقعات الداروينية أنه إذا حصلت أي طفرة تساعد البكتيريا في استغلال الجلوكوز تستخدم جلوكوز أقل لبناء صحة أوفر مثلا مورفت فهذه البكتيريا في القارورة لها الافضلية أن تبقى لان الانتخاب الطبيعي يفضله أي أن فرصته بالبقاء ستكون أكبر وستنتشر في القارورة كأفراد بطفرات يزيد إنتاجها بالعدد عن الأخرى التي لم يحصل بها طفرات وهذا النوع سيؤثر بصورة دراماتيكية في السيادة على النسل في كل قارورة جديدة إلى أن تصل حدود الاحتكار وهذا بالضبط ما حصل في السلالات الاثنى عشر كل خلف صار أفضل من السلف صحياً صاروا يستغلون الجلوكوز بصوره أفضل كمصدر للغذاء، أو بمعنى آخر، زاد تعدادها بصوره أسرع في كل قارورة جديدة، وكبر حجم جسم البكتيريا نسبة إلى سلفه، لكن مما يدعو للدهشة أنهم صاروا أفضل بطريقة مختلفة، لكن بعضها يبدو أنها اتبعت طريقة البعض الآخر. وهذا يعني أن كل قبيلة تحورت بمجموعة مختلفة من الطفرات، وهذا التغير التطوري بالحجم ولسبب ما مهم عندما تتصارع البكتيريا على البقاء بين البيئات الغنية بالجلوكوز وتلك الفقيرة منها. لكن المشاهدات لم تستقر على هذا الوضع، فبعد مدة من ولادة السلالة 33 ألف بقليل، حدث شيء مذهل، مذهل للغاية. أحد هذه السلالات قامت بالتكاثر بسرعة غريبة وزادت كثافتها المرئية كما ترونها على الشاشة بمقدار ستة أضعاف تقريباً أكثر من القبائل الأخرى والتي ظلت تتكاثر بنفس المعدل فماذا حصل يا ترى في هذه العينة بالذات؟ حسب ما توصل اليه لينسكي ونقله ريتشارد دوكنز، السائل كان يحتوي الكثير من الستريت او الحمض، لكن ايكولاي في العاده لا تستطيع الاستفاده منها، على الاقل ليست عندما يتواجد الاكسجين في الماء كما كان الحال في قوارير لينسكي. لكن هذه القبيله وهذه القبيله فقط طورت فجأه القدره على التغذيه على الستريت بالاضافه للجلوكوز. فلماذا هي دونا عن الأخريات حصل بها هذه القابلية؟ بالمعرفة المسبقة لمتوسط معدل التحور في كل جين بالجينوم الخاص بالبكتيريا قام لينسكي بالتوصل إلى حسابات احتمالية مفادها أن هذا الأمر ليس من النادر حصوله وخصوصا أن 30 ألف جيل هو وقت طويل بما فيه الكفاية لكل جين أن يتحور على الأقل مرة واحدة في 12 سلالة وكان هناك أيضا احتمال آخر والاحتمال الآخر هو أنه بوقت ما لا نعلم متى صادف أن حصل في هذه القبيلة طفرة لنقل أنها طفرة ألف لكن هذه الطفرة لم يكن لها تأثير لأن الطفرة باء والتي وجودها كان ضروري لحصول البكتيريا على قابلية هضم الستريت لم تكن قد حصلت بعد وحالما حصلت الطفرة باء تغلبت هذه القبيلة على مثيلاتها من السلالات الأخرى بالكثافة نستخلص من تجربة لينسكي والحديث لدوكنز يقول: تجربة لينسكي بينت لنا بصورة مصغرة وفي المختبر وبصورة جدا سريعة لدرجة أن يحدث أمام أعيننا الكثير من المحتويات الأساسية للتطور بالإنتقاء الطبيعي. طفرات علتها عمليات انتخاب طبيعي غير عشوائي تكيف مع نفس البيئه باتخاذ طرق منفصله وبصوره فرديه، الطريقه التي تبنى بها الطفرات المتتاليه على اسلافها لتنتج التغير التطوري والطريقه التي تعتمد عليها بعض الجينات لتكون مؤثره في حضور جينات اخرى. فاين هذا يا ترى من الهراء الذي تلفظ بها القنيبي حينما قال ليوهمك انها امثله على طفرات عشوائيه وافقت البيئه بالصدفه انما هو في الحقيقه وحسب الابحاث العلميه امثله على التكيف باليات دقيقه التصميم لا مكان فيها للعشوائيه ابدا بحيث تجد في هذه الكائنات وفي مادتها الوراثيه وطريقه قراءتها القدرة على تغيير خصائصها لتتأقلم مع التغيرات البيئية بطريقة دالة على أنها وبيئتها من تصميم عليم قدير حكيم قيوم على خلقه وهذا هو بيت القصيد لدى القديبي أي ما حصل أمام أعيننا بالمختبر ليس طفرات عشوائية بل إدخال مع سبق الإصرار والترصد معلومات جينية في جينوب البكتيريا بواسطة مصمم هذا وهو حتى لا يعرف لنا معنى الانفورميشن او المعلومات التي يقصدها. وهو عندما يدعي بان هذا التغيير في البكتيريا يحتاج طفرات في 1462 نيوكليوتايد وبعد قليل يقول انه حدثت طفره نقل لكامل الجين انما يتخبط في جمل تناقض بعضها البعض بنفس الوقت. فكما ذكرنا لنسكي وبمعرفته المسبقة لمتوسط معدل التحور في كل جين بالجينوم الخاص بالبكتيريا قام بالتوصل إلى حسابات احتمالية مفادها أن هذا الأمر ليس من النادر حصوله فطالما كان هناك احتمالية لحصول الأمر على مدى سنوات رأينا بعضها بالمختبر أمام أعيننا فلك أن تتصور ما تفعله مئات المليارات من السنين ولكي يزيد في توهان متابعي قام بالتنقيب في التفاصيل الصغيره من مثل الاختلاف على المصطلحات وغيرها بين المختصين وتلك التي قلنا ان الاختلاف عليها يعطيها القوه وليس الضعف لكي يستغلها في غزوته الجهاديه ضد نظريه التطور يقول القنيبي ما حصل بالضبط في هذه البكتيريا ليس عشوائي بل الجين الناقل للسترات بوجود الاكسجين كان موجود بالاصل اي مبرمج، لكنه لم يكن مفعل، وهذا يعني بان هذا جزء من مادتها الوراثيه. فهذه البكتيريا في العادة اذا كانت في مكان به اكسجين، فانها تلتقط السترات لان الجلوكوز ينتج لها طاقه اكثر من السترات، فحتى تتمكن من ان تلتقط السترات فهناك منطقه في جينوم البكتيريا اسمها بروموتر، اي المحفز، تتجمع عندها قارئات لتقرا الجينوم باتجاه اليمين كما ترون بالصوره، وبعد عمليات معقده تنتج بروتينات معينه مثل نواقل الجلوكوز. نحن نقول البكتيريا والكلام لا زال للقنيبي، البكتيريا نسخت الجين ووضعت النسخة في المكان المناسب. هذه العبارة المختصرة تعبر عن عمليات لا زال العمل جاريا على اكتشاف تفاصيلها وما تم اكتشافه او اكتشاف شبيه له فهو في غاية التعقيد والأحكام والإبداع. تكيف مذهل يدل على خالق لا حد لعظمته. طبعا هو عندما يقول ذلك لم ينسى أن يذكر شهادته في الدكتوراه في هذا المجال حتى يعطي متابعي التماس السلطة حسنا لنرجع للمقال الذي رجع إليه القنيبي في مجلة نيتشر تقول الترجمه السلالات اختلفت في نزعاتها لطو... لتطور هذه الميزه الجديده على الرغم من كون النمط الجيني لهذا العمل في كل السلالات الثلاثه كانت موجوده سلفا وهذا يوحي بان عمليات التقويه والاضعاف المتعدد للطفرات حدث خلال تاريخ التعداد السكاني للبكتيريا نتائجها تبين اهميه الحوافز اللاقطه وقواعد الجينات المتضخمه في العمل بسيط في احداث التاقلم الذي غالبا يكمن وراء الابتكارات التطوريه كما نرى في هذا المقال ما ذكره القنيبي انما تفاصيل في كيفيه تقويه واضعاف الطفرات التي تعين البكتيريا على التطور وهضم الحامض وليس لها اي اساس بالبرمجه المسبقه التي يدعي القنيبي انها تمت بقصد اما ما عرضه من ويكيبيديا والتي ترجمه الى التكيف مسبق إكسابتيشن وهي كلمه اخترعها اتباع الخرافه بديله عن pre-adaptation يعني التكيف المقصود لأن هذه الكلمة مشبعة لاهوتية، هنا لم تكن الترجمة أمينة، فكلمة pre-adaptation لا تعني التكيف المقصود كما أراد القنيبي أن يخدعنا بل هو التكيف المسبق وعندما اقترح جولد تبديله إلى adaptation والتي لا يوجد مرادف لها بالعربية للأسف لكنها حسب نيتشر أيضا هو مصطلح يستخدم في بيولوجيا التطور ليوصف سمة تم اختيارها لأجل استخدامها سمة غير تلك التي بناها الانتخاب الطبيعي. طبيعي. أي أنهم اقترحوا هذه الكلمة لتكون نظيرة لمفهوم التكيف. Pre-adaptation يعني حدوث تغيرات وظيفية كبيرة على الصفة مع تغيرات قليلة أو عدم تغير في بنية أو تركيب العضو ذاته، يعني مثلا صفة الريش. كان لدى الديناصورات ريش وظيفته عزل الجسم حراريا، تطورت الديناصورات إلى طيور، وتغيرت وظيفة الريش ليصبح وسيلة للطيران، إذا وظيفة الريش تغيرت بشكل كبير، من مهمة عزل الحرارة إلى مهمة الطيران، لكن الريش نفسه لم يتغير كثيرا وبقت بنيته كما هي، هل نلتمس أي شيء في هذا التعريف والشرح يشير إلى تصميم مسبق؟ كل ما في الأمر الصفة انتخبها الانتقاء الطبيعي لأداء مهمة ما لاحقا أصبحت مفيدة أيضا لمهمة أخرى لكن عندما تسبقها بري لغويا قد توحي بمعنى الغائية أو أمر معد مسبقا نقول قد توحي ذلك لهذا اقترح جولد 1982 استبدالها بمصطلح اكزابتيشن للاشاره لنفس الفكره ولتجنب خلطها مع التكيف adaptation الامر الذي يحصل لاحقا، اي صفه تظهر بدون فائده لكن نتيجه لتغير البيئه تصبح لهذه الصفه فائده او تصبح هذه الصفه مفيده. واتصور ان اقتراح التبديل حصل لكي لا ينقب القنيبي وامثاله من الخلقيين في المصطلحات الضبابيه ليدخلوا فيه الههم. إلى هالفراغات لكن تحريف الترجمات والتلاعب بالمصطلحات ليس غريب على القنيبي ففي موضع آخر كان يردد بأن دوكن يا ناس كذب عليكم بما يخص هذه التجربة واتهمه أنه يوهم قراءه بأن الأشريشية ليس لها القدرة على التعامل مع السترات وليس لديها أي شيء مما يلزم لذلك وكان هذا ترجمة للفقرة التالية مرقة أو الوسط المغذي يحتوي على الكثير من السترات لكن الأشريشية لا تستطيع في العادة استخدامها على الأقل ليس بوجود الأكسجين في الماء كما هو الحال في قناني لينسكي أي أن القنيبي ترجم جملة normally can't use it والتي تعني في العادة لا تستطيع استخدامها قام بترجمتها إلى لا تملك أي شيء يلزم لذلك، وليس لديها القدرة على التعامل مع السترات، وليس لديها أي شيء مما يلزم لذلك، بلا بلا بلا. لا أعلم من أين يأتي بهذه الجرأة لاستغفال متابعيه. دوكنز لم يقل هي لا تملك شيء يلزم لهضم السترات. كما رأينا بل قال أنها عادة لا تستطيع استخدامها فلماذا الكذب والتدليس على لسان الغير يا قنيبي ورجوعا لكتاب ريتشارد دوكنز أعظم مسرحية أو أعظم عرض على وجه الأرض وبالتحديد في مقدمة الكتاب يقدم دوكنز شكره للكثيرين ومنهم ريتشارد لينسكي على مساعدته في إخراج الكتاب فإن كان دوكنز يكتب على قرائه ألم يلاحظ لينسكي الذي ساعده في إخراج الكتاب أن دوكنز قد دلس أو أخطأ في وصف تجربته أم أن لينسكي هو الآخر متواطع على الكذب؟ والأهم من كل ذلك من هو الكاذب ولماذا يكذب؟ نعم أنت لديك مصلحة بالكذب لأنك تتعمد تشويه العلوم والحقائق لنصرة أيديولوجية ضيقة مغلقة تتبناها نترككم الى حلقه اخرى من سلسله رحله الكذب والتدليس القنيبي سلام